مقدم المركبة التكتيكية كيا الخاصة بنقل قوات المشاة. اسمحوا لنا بتقديم الجيل التالي من المركبات التكتيكية متوسطة الحجم من كيا، والتي تتميز بقدرة ممتازة وفائقة للنقل، إضافة إلى أدائها المميز لإجراء المهام التكتيكية. ويقدم التصميم الدقيق للمركبة صورة قوية توحي بأنها مركبة تكتيكية من الطراز الأول. يمكن لهذه المركبة أن تستوعب قوات المشاة بكامل تسليحهم مع القدرة على نقلهم بسرعة وأمان، وأضف إلى ذلك وجود مساحة تخزين داخلية كافية لنقل الشحنات الثقيلة. كما أن الباب الخلفي المزود بخاصية الانزلاق الأوتوماتيكي يساعد قوات المشاة في الصعود إلى المركبة والنزول منها بكل سرعة وأمان، الأمر الذي يعظم من قدراتها التشغيلية. تم تصنيع الجزء المخصص لمقصورة قائد المركبة وصندوق الشحن بمواد مضادة للرصاص لتأمين نقل ما يصل إلى 28 من قوات المشاة المسلحين بصورة كاملة، وتوفير لهم السلامة والأمان من أي هجوم بواسطة البنادق أو الألغام المضادة للأشخاص. تم تصميم لوحة العدادات وأجهزة القياس المركزية بخطوط مستقيمة بسيطة، وذلك لتوفير نفس المستوى من الرؤية وسهولة التشغيل كمركبات الركاب العادية. السرعة مقياس ومعيار لا يقبل المنافسة في أداء السيارة، وذلك ينطبق أيضا على المركبات التكتيكية المتوسطة الحجم. تأتي المركبات التكتيكية من كيا بمحرك عالي الأداء يوفر قدرة تصل إلى 380 حصانا، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى حوالي 110 كيلومتر في الساعة. تثبت المركبة أنها صاحبة أداء قوي ومميز حتى على المنحدرات الشديدة، وقد استطعنا تحقيق ذلك من خلال تحقيق المزج الأمثل بين محرك عالي الأداء متطور ووسائل نقل الحركة والمحور. يمكن للمركبة صعود منحدر رأسي بزاوية ميل تصل إلى 60 درجة، يتناسب الأداء مع المقدرة على إعادة تشغيل المركبة واستئناف الحركة والمركبة ما تزال على المنحدر. كما أن المركبة قادرة على التحرك والانتقال في المنحدرات الجانبية بزاوية ميل تصل إلى 20 درجة. تقوم المركبة بأداء المهام والمأموريات مع سلاسة القيادة حتى على الأسطح الشديدة الانحدار. ومع عجلة القيادة المضبوطة على التوجيه الكامل، فإن الحد الأدنى لنصف قطر الدوران هو 10.8 أمتار، بما يساعد المركبة في التحرك في الممرات الضيقة. كما أن المركبة تستخدم فرامل قرصية تعمل عن طريق الهواء في جميع العجلات للحصول على عملية فرملة يعتمد عليها، مع نظام مانع للإغلاق المؤلف من 6 قنوات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسافة انتظار الطوارئ تقل عن 10 أمتار عند سرعة 32 كيلومتر في الساعة. ومن بين الجوانب المهمة للمركبة العسكرية تأتي السلامة والأمان على الطرق الوعرة. يمكن للمركبة التكتيكية من كيا أن تعبر نهراً أو مجرى يصل عمقه إلى متر، وهو أعمق من موديلات المركبة العسكرية السابقة الذي يبلغ فيها 76 سنتيمتر. وخلال العبور يمكن للسائق الوقوف بسهولة وإعادة التشغيل واستئناف التحرك. تتميز المركبة التكتيكية من كيا بالأداء المميز المثير للإعجاب داخل المدينة وعلى الطرق الوعرة. تتميز المركبة بخلوص أرضي مرتفع قدره 400 مليمتر ومحور أحادي لتخفيض الدوران، الأمر الذي يحسن ويطور من القيادة في المناطق الجبلية أفضل من أي مركبة أخرى. كما يوجد أيضا الكثير من المزايا والخواص، مثل الناقل الإلكتروني الأوتوماتيكي للسرعات، والذي يوفر نعومة في تغيير السرعات مع نظام الدفع بجميع العجلات، بما يحقق الأداء الأمثل في القيادة وسلاسة السير على المنحدرات الجبلية والمناطق الوعرة. إن من الوارد العبور في المناطق الوعرة والطرق غير المعبدة والممرات الجبلية خلال إجراء العمليات، ولكن كل ذلك لن يوقف المركبة التكتيكية هي ذات الحجم المتوسط عن مواصلة طريقها. تستفيد المركبة من النظام المركزي لنفخ الإطارات والخاص بمركبات كيا، وهو ما يعمل على التحكم في ضغط الإطار في كل إطار.
كما تتعامل المركبة كيا مع المناطق والطرق الملساء بكل مرونة وسهولة، على عكس المركبات العادية التي لا يمكنها السفر والسير على المناطق الرملية أو الناعمة. ولكن النظام المركزي لنفخ الإطارات يعمل على ضبط ضغط الهواء في الإطارات بما يتوافق مع هذه المناطق حتى يمكنها السير عليها بسهولة. الإطارات المسطحة تسمح للمركبة بمواصلة السير على الإطارات التالفة لمسافة تصل إلى 48 كيلومتر وبسرعة تصل إلى 48 كيلومتر في الساعة. تقدم كيا موتورز أول مركبة تكتيكية متوسطة الحجم ذات أداء عال وتقنية متطورة، فهي الأولى من نوعها في كوريا. ستحقق المركبة التكتيكية المتوسطة الحجم كيا طفرة في مستوى نقل قوات المشاع على الصعيد العالمي.